يا هلا والله بالحبايب، النهارده باذن الله جايب لك موقع امريكي صادق ومضمون بنسبه 1000000% مع اثبات سحب باذن الله. الموقع ده انا عرفته عن طريق شخص اجنبي كان بيشرح الموقع وسحب منه، وبعد 24 ساعه السحب وصل له، فانا خدت من الفيديو بتاعه سكرين للسحب وهوريه لكم باذن الله دلوقتي. وعلى فكره يا شباب، الموقع ما كانش متوفر للدول العربيه، هو لسه متاح للدول العربيه قريب، فبصراحه حبيت ان انا اشارك معاكم الموقع لان الموقع جميل جدا، والحد الادنى للسحب من الموقع $1 فقط. فبتمنى منك يا صديقي معايا الفيديو لانها عشان تستفاد باذن الله، واتمنى منك تعمل لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو ده ل100 لايك النهارده، والكل يشترك معانا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا الشرح على بركه الله. زي ما حضراتكم شايفين ده اثبات السحب اهوت، دي لقطه انا خدتها من الفيديو، دي اللقطه هي، ده اسم الموقع، والسحب كان ب$50 لانه ما شاء الله عليه قناته كبيره، وتقريبا هو كاسب ال$50 ديت من الريفرال. فالمهم عندنا ان الموقع صادق وبيدفع بدون اي مشاكل، وده اثبات السحب قدام حضراتكم، وده الموقع زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله وجهه الموقع وجهه سهله وبسيطه. وباذن الله هسيب لك لينك الموقع موجود في وصف الفيديو. طريقه التسجيل في الموقع عن طريق جوجل او الفيسبوك او الباي بال، فانا بنصحك تسجل عن طريق جوجل. هنضغط على جوجل كده، بعد كده هنبدا اللي احنا نختار الايميل اللي احنا هنسجل بيه، ومباشره هيبدا يدخلنا للواجهه الرئيسيه الخاصه بالموقع. زي ما حضراتكم شايفين دي واجهه الموقع ما شاء الله واجهه سهله وبسيطه جدا. خلينا الاول نيجي على الثلاث شرط دولت عشان عاوز اوريكم حاجه مهمه جدا وهي السحب. هنضغط هنا على كلمه ريورد او ريديم، اسف، هنا عندك الحد الادنى للسحب عن طريق الباي بال $1 فقط ب 10000 نقطه. طيب ممكن حد يقول لي يا احمد 10000 نقطه دولت عدد كبير جدا، ولكن انا بقول لك اهوت كمل معايا الفيديو وباذن الله بعرض واحد هخليك تعدي ال 10000 نقطه ديت، وتبدا اللي انت هتسحب $1 يوميا. فالمهم عندك لحد $100 زي ما حضراتكم شايفين، فما شاء الله الموقع بتوفر على مبالغ كويسه جدا تقدر تسحبها يوميا عن طريق حسابك في الباي بال. طيب خلينا نسيب الواجهه ديت ونيجي على كلمه اوفر اللي هي الواجهه الرئيسيه. هنا بقى هتلاقي عروض كتير زي ما حضراتكم شايفين، يعني مثلا عندك العرض ده، العرض ده لوحده ب $12 زي ما انتم شايفين كده. طالب منك ايه؟ طالب منك انك تحمل اللعبه ديت. خلينا نضغط على العرض كده عشان برضو نشوف، وخلينا نترجم الصفحه برضو عشان الموضوع يكون سهل علينا. هنا العرض طالب منك انك تحمل اللعبه دي، تمام، وتكون طبعا محملها لاول مره، عشان لو انت كنت محملها قبل كده وحملتها دلوقتي العرض مش هيتحسب لك. المهم وتنزل لعمق 3000 متر زي ما حضراتكم شايفين، وبعد 10 ايام هتحصل على عدد النقاط ده، يعني ما شاء الله عدد نقاط كويس جدا. هننزل ليه لأسفل، عندك طبعا ألعاب كتيرة وبعدد نقاط كبير جدا وبدون في بي ان، ده الجميل في الموضوع ان بدون في بي ان. المهم عندك كمان اللعبة ديت بتديك 5000 نقطة، يعني حوالي $0.5. هنا اللعبة دي بسيطة جدا، هتكمل المستويات ديت، تمام، بعد كده هتدخل للموقع هتلاقي حسب لك بإذن الله ال 5000 نقطة. موضوع سهل وبسيط وزي ما حضراتكم شايفين موجود عروض كتير. طيب سيبك من العروض ديت وخلينا نيجي هنا، هنيجي عند الاختيار التاني ده، خلينا نرجع الصفحة كده للغة الإنجليزية عشان بس الموقع يكون شغال تمام. المهم هنيجي عند تاني اختيار ده، هنا بقى هتلاقي جميع شركات العروض، أي شركة عروض تجي في بالك هتلاقيها موجودة في الموقع ده. زي ما انتم شايفين في أد جيت ميديا، في أوفر تور، وفي شركات عروض كتيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين، يعتبر كل شركات العروض موجودة في الموقع ده بالإضافة لشركات الاستطلاعات. طيب خلينا نجرب أي شركة وليكن شركة أوفر تورو، خلينا نشوف عدد النقاط اللي في الشركة عامل إيه. زي ما حضراتكم شايفين شركة اوفر تورو فتحت معايا، هنا عندك مثلا عرض بسيط اهوت اللي هو تحميل وفتح فقط. التطبيق ده بيبدأ يديك اهوت اول ما تحمله وتسجل فيه بيبدأ يديك 5199 نقطة، يعني أكتر من $0.5. طبعا التطبيق ده في أي منصة عروض أو أي تطبيق عروض تاني بيديك عدد نقاط يعني ملهوش قيمة، ولكن في الموقع ده معلي لك عدد النقاط يعني تقدر تنفذ العرض ده $0.5. فما شاء الله الشركة بتوفر لك عروض كويسة جدا. خلينا نرجع كده ونشوف مثلا شركة موناليكس، هندخل كده على حائط العروض بتاع موناليكس نشوف الدنيا فيه عامل ايه. ما شاء الله برضه مليان عروض اهوت وبعدد نقاط محترم جدا جدا. طيب خلينا نرجع، دي بالنسبه لشركات العروض، لان في ناس كتير عندي على القناه الحمد لله بتعرف تشتغل على العروض، فالموقع ده هو الموقع المناسب ليك لانه بيدي عدد نقاط محترم جدا. خلينا بقى نرجع هنا للثلاث شرط مره ثانيه ونضغط على سيرفي، هنا هتلاقي الاستطلاعات. لحظات هتبدا تحمل معايا اهي، زي ما انت شايفين عندك ثلاث او اربع شركات لي الاستطلاعات هم تقدر تشتغل عليهم بدون اي مشاكل، فده بالنسبه للناس اللي بتحب الاجابه على الاسئله. عندك اخر قسم اللي هو الفيديو، طبعا ممكن ما يظهرليش فيديوهات لان انا في دوله عربيه زي ما حضراتكم شايفين، انت طبعا لو في دوله اجنبيه هتلاقي الفيديوهات ظاهره لك بدون اي مشاكل. خلينا نيجي هنا، عندك بقى اخر اختيار للربح اللي هو الانفايت، هنا ممكن تدعي الاصدقاء وتبدا اللي انت هتكسب
10% من ربح صديقك. طبعا صديقك مش هيتخصم منه حاجة، هو الموقع هيديك 10% ديت كهدية. فده لينك الدعوة الخاص بيك، ابدأ ادعي الأصدقاء، وكل ما الأصدقاء يدخلوا الموقع ويشتغلوا انت هتكسب نقاط مجانا. هنيجي للواجهة الرئيسية مرة تانية. زي ما حضراتكم شايفين كده انا شرحت لكم جميع طرق الربح من الموقع. خلينا بقى نيجي هنا ونبدأ اللي احنا نشوف طريقة السحب. هنضغط على ريديم، هنا هيبدأ يظهر لي البيبل زي ما حضراتكم شايفين. اول ما تجمع 10000 نقطة بكل سهولة هتضغط هنا وتبدأ اللي انت تسحب مباشرة. والسحب في الموقع ده 24 ساعة فقط شباب، بيكون السحب وصلك على حسابك في البيبال. ولحد كده يكون ده فيديو النهاردة، بتمنى يا رب يكون عجبكم الموقع، وبإذن الله لينك الموقع هسيبه لكم موجود في التعليقات. واشوفكم بقى في فيديو جديد على قناة احمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.